كل الاستعدادات سواء في المعسكر الأحمر أو المعسكر الأخضر، يعني فريق رجاء المغربي والأهلي المصري كل الاستعدادات وكل الصحف سواء هنا وهناك، لا حديث إلا عن كأس السوبر وسعي سواء النادي الأهلي أو رجاء المغربي للتتويج بهذه البطولة. يعني يمكن حتى في الساعات الماضية موقع أو موقع 360 المغربي اتكلم عن إن في ربما مكافأة تصل لحوالي يعني 40 مليون جنيه مصري في حالة الفوز بهذه البطولة، وإن العديد من المكافآت ستنهال عن اللعيبة. نتكلم على فريق رجاء المغربي في حالة التتويج بالسوبر، هم كان خدوا يعني السوبر الأفريقي 2019-2020، فهم بيتكلموا عن سعي فريق رجاء لحصد هذه البطولة والاستعدادات والمكافآت. يعني أعتقد عندهم يعني من الدوافع ما تجعلهم قادرين على مواجهة النادي الأهلي. ولكن خلينا نروح لي يعني أعتقد الاستعدادات بقى في القلعة الحمراء، كل الناس بتنتظر المباراة. خلينا نوضح أن يعني المباراة في السابعة مساء مدينة الريان، أستاذ أحمد بن علي، يمكن حتى المواقع القطرية والصحف القطرية ابتدت تنشر صور لملعب المباراة والاستعدادات الخاصة لاستقبال المباراة والتنظيم الجيد، المعسكر هنا وهناك الأمور كويسة. خلينا نقول في النادي الأهلي صباحا انضم علي معلول لمعسكر الفريق، اللعيبة المصريين الدوليين انضموا بالأمس يمكن زي ما انفرضنا، صباح يعني الأحد انضم علي معلول وكان في استقباله جميع لاعبي النادي الأهلي وموسيماني وكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكورة. كانت الأمور كويسة جدا، الأمور كانت مطمئنة جدا، علي معلول حالته النفسية والمعنوية جيدة جدا. يمكن كان في محاضرة لموسيماني في فندق الإقامة وبعد هو التقى الأول يا أحمد، بس على مهلك علينا، علي معلول التقى بالكابتن الخطيب وموسيماني ولا ما قابلش الخطيب؟ لا، قابل الكابتن محمود الخطيب، ولكن زي ما كنت اتكلمت معاك قلت لك ان الكابتن محمود الخطيب عايز يوصل رساله للعيبه ويجتمع باللعيبه في اول مران في قطر. الكابتن محمود الخطيب راى، وده احنا بننفرد بيه مع حضرتك، ان اجتماعه ما قبل اول مران مش هيبقى مجدي، لان لسه اللعيبه الدوليين ما انضموش سواء لاعبي النادي الاهلي ولا معلول ولا ولا ولا. فقال لك يبقى الكلمه اللي يقولها للعيبه قبل اول مران واللعيبه مكتمله. فلذلك اجتماع كابتن محمود الخطيب منذ ساعات مع اللعيبه قبل المران الثاني ليهم وبعد تواجد العناصر الدوليه. وادي احنا بنعرض كمان صور علي معلول لما وصل، و علي معلول وصل وكان استقباله كابتن محمود الخطيب كان موجود، وكان موسيماني كان موجود، واكرم توفيق ولعيبه كثيره، وقعد يسلم على لاعب زي ما حضرتك بتعرض كده الصور. اكرم توفيق يمكن ناش صور الصوره ليه، ده كابتن محمود الخطيب طبعا. موسيماني يتكلم معاه كتير، هو كابتن محمود الخطيب صباح الاحد في فندق الاقامه. نعم اهو زي ما انتم شايفين يا جماعه هو بيصور على اللعيبه، وبدر بنون على فكره الصوره دي نزلها على صفحته وعجبها لكم من على صفحته تاني. وهنا متواجد الناس كلها بتصور معاه، ده فندق الاقامه قبل تحرك حتى اللعيبه. وادي محمود وحيد صح، وادي علي معلول وهو راح يسلم على الكابتن محمود، وهنا علي معلول وربيعة مع الكابتن سامي قمصان. وبالمناسبة ال بدر بنون الصورة اللي انا ورتها لكم خدها من المركز، خدها من المركز الإعلامي ونزلها على صفحته على الانستجرام، اهي قدامكم خدها من المركز. صورته بيسلم على الكابتن محمود الخطيب وكتب باللين بقلب احمر يعني القائد، ويمكن حتى حمدي فتحي علق عليه وكل اللعيبه حتى كانوا بيشاركوا في التعليقات. بدر بنون سعيد اكيد بتواجده داخل القلعه الحمراء. يعني كمان الكابتن محمود الخطيب بعد ما سلم عليهم قعد في اللوبي واستقبل بعض الزوار ومضى على بعض التيشيرتات، ويمكن كان ابرزها زميلي وصديقي الكبير المحترم عصام بحيري المنسق العام لمجموعه قنوات الكاس، تواجد في فندق الاقامه وكان معاه مريم وفرح بناته،
والكابتن محمود اتصور معاهم ومضى لهم على تيشرتين اهو اهو زي ما انتم شايفين اهو، مريم وفرح، مريم وفرح عصام بحيري، دول ولادي يعني، ولاد اخويا عصام بحيري المنسق العام لقنوات الكاس وصديقي العزيز. طبعا هدى الكبيره موجوده هنا في الجامعه في القاهره، فطبعا مريم وفرح كان لهم نصيب انهم يقابلوا الكابتن محمود ويمضي لهم على تيشرتين اهو. فرح هو لبى طلبهم فعلا ومضى على التيشرتين، كانت صور جميله ونشرها المركز الاعلامي للنادي الاهلي. بس اتنشرت بتقول اسره مصريه. انا اسره مصريه لا ده انت عارف انت عارف تفاصيل الاسره المصريه. الاستاذ عصام بحير اهو، هو ومريم وفرح دي الأسرة المصرية، وعصام أصلا صديق للكابتن محمود الخطيب وعلى علاقة قوية وعضو عامل بالنادي الأهلي. عصام بحيري بينزل مخصوص يدي صوته في الانتخابات للكابتن محمود الخطيب ويتحمل تذكرة ذهاب وعودة على حسابه عشقا في الأهلي والكابتن محمود الخطيب، وهو من الإعلاميين المحترمين ومن مؤسسي قناة دبي الرياضية ومن مؤسسي قناة الكاس اهو. يمكن يا جماعه اهو زميلي عصام بحيري ومريم وفرح. اتفضل يا استاذ احمد. الصور جميله طبعا، يعني عائله مصريه جميله يعني، لكن قيمتها اكيد محفوظه عند كل الاهلاويه عند الكابتن محمود الخطيب بالتحديد يعني. تمام.